إليك أجراد وأنت تسمع صوتك بداية وش تحس؟ نحس بلي كاين إيفوليسيون، كاين تطور. فوالا كاين تطور هذا بالخدمة. دوكا كاشغل يعني نسمع شغل خويا راه يغني فهمتي. طيب في برنامج ألحان وشباب قبلت ويعني كانت اللجنة عفوا يعني انبهرت بصوتك وصوتك ما شاء الله عليه. أيضا في أرب أيدول اتفق الجميع باستثناء نانسي. نانسي يعني أستطيع القول أنها تحفظت على أدائك وبررت ذلك، لماذا؟ هي قالت باللي قوة الصوت ما تعني ليش منه. بصح الفلامينكو ماشي غناء تاع احساس وماشي تاع الفلامينكو، هو غناء تاع شغل فيغيل، شغل رجله اللي يغني شغل لازم تكون هذيك الضربه هذيك فهمتي كيف. الفلامينكو ماشي غناء تاع هكا احساس كيما ماشي فاهمينه، ماشي وصلهم بزاف الفلامينكو. فوالا سي بور سا لي وانا رايتها محترمه. فوالا رايتها لم تفهم جيدا. فوالا هذا النوع. فوالا يعني هذا غنيت لي ستيل وغنيت بدلت لي ستيل، ما غنيتش غير فلامينكو. غنيت لي ستيل تاع الجزائر كاع، غنيت صحراوي، غنيت اياي، غنيت مالو، غنيت وهراني، غنيت راري. طيب اهم شهاده في ارب ايدول كانت شهاده حسن الشافعي وائل كفوري ثاني. لكن حسن الشافعي احنا يعني كلهم فنانين، ولكن حسن الشافعي موزع موسيقي وعنده راي يعني قيم يعني رأيه وأمبوا يعني قوة. هل استفدت من نصائحه؟ بيانشير استفدت. بايزم غنيت وهران ماشي وهران نو في مجنون. نعم فوالا غنيت مجنون. قال لي هما اللي قال لي سوبر أجراد، قال لي سوبر أجراد. فوالا قال لي ليكسي في الخانات. بصح هما هاني قلت لك فلامينكو هذاك مجنون، اغنيه فلامينكو شغل فيها لي تكنيك تاع فلامينكو. نعم. التقنيه تاعها شغل فلامينكو. قال لي واش راك تحط فيها؟ قال لي ودي شغل بزاف مي هما هذوك هما العرب، ماشي زعما شغل تفوتي على بلاصه وتحبسي. العرب تاع هذوك تاع هذا الستيل هما هكاك مخدومين، يعني دومونديو هذاك الشيء فهمتي. لو كانت نقصي لهم يولي ما تبانش تروح هذيك اللمسه فهمتي. ودائما هذا يبقى شغل برنامج مسابقه تاع هوات ومن بدايه مشوار. انتقدت كثيرا في الاغنيه هذه من احلام مجنون. من عند احلام وين انتقد. فوالا انا نشوف سيناريو ما نشوفش باللي فيسك، لكن نسمع دوكا نسمع الاغنيه نشوف باللي غناها رامي عياش في اللايف. ما لا روح انت عندك ودن ديري رامي عياش غناها في اللايف عرب ايدول 2013 وديري انا كفانيت 2014 في عرب ايدول تاني مام ستيج. شوفي تقول سيناريو وتقول سيناريو هو. طيب. لازم هكا لازم برنامج لازم يكون فيه سيناريو، لازم ما لازمش يروح هكا شغل كاري كاري. ساعود الى ذلك، ولكن ارتبكت ربما عندما سالتك احلام على اسمك. نانسي عجرم سالتني اول بايم مرتبكتش ريبونديت بيان وسمانه اللي من هي طلعت الاول في الفوت كي هضرت مليح. فوالا سقساتني على اسمي معنى يغرطا اجراد. فوالا سقساتني حتى احلام سالت نو سالتني نانسي عجرم برومي برايم سقساتني ريبونديت لها قلت لها بلي اسمي بمعنى. فوالا هذا هو. قلت لها معنى اسمك؟ قلت لها اسمي يغرطا. لا قبيل قالت لي اجراد شو ما عند اسمك اجراد. قلت لها اجراد اسم العائلة تاعي شغل اللقب تاعي أجراد. ويوغورتا سي اسم أمازيغي معناتها أكبرهم يوغاريفن وأنا الكبير كما قلت لها في الذكور وسموني يوغورتا. نعم هو ملك أيضا ملك نيميتيا. مي هو اسم هذا عنده معنى. عنده ثرات أكيد عنده معنى الاسم هذا. فوالا ويوغورتا في الصح لي قال لهم روما للبيع من يشتريها. هو اللي أسقط روما يوغورتا فوالا في التاريخ. فوالا هذا هو. أكيد. طيب رفضت في برنامج عرب أيدول رفضت مبدأ شو بدك صح؟
كيف ما رفضت هذا المبدأ وأعبت على الذين استخدموا اللهجة اللبنانية أن يعني لكن أنت كفنان نسكن في الجزائر أنا لكن أنت الجزائر. أنت كفنان أجراد يعني لابد من أنه ما يكونش عندك حرج ربما ما عندي حتى حرج ما نعرفش نهضر كيما هما أو ضيق صدر في اللهجات ما نعرفش نهضر وأنا شوية فيار دطر الجيريان واللي ما يفهمنيش خويا راح يقرأ كيما قريت أنا عليه لكن مثلا نعطيك مثال بسيط اسمحيلي احنا نحبوا بزاف اللبنانيين نحبوا نكونوا كيما هنا احنا تاع الميليو هذا تاع الميليو خلينا نتاع الراي احنا اللي نغنوا هذا ستيل والاعلاميين البيوت تاعو لبنان ولا يسمع واحد يهضر قدامه باللبنانيه انا سي با كاع لكن انا ما نتحدث انك تتحدث باللهجه اللبنانيه ولكن في كلمات مثلا كلمه بزاف هي كلمه احنا نقولوها احنا بزاف فالكلمه يعشقها اللبنانيين ويعشقها المصريين واخواننا في كل مكان انا اتحدث على المصري يهضر مصري ويفهموه فهمي اختي واش راني نهضر انا الخليجي يجي يهضر خليجي ويفهموه نعم فهمتي احنا شغل ميكارتيين لازم تفهموا هذا الشيء فهمتي شغل احنا كي يشوفونا يشوفونا شغل سيدي زيكس خاتي غاز يقول لك الجزائريين متوحشين ليش متوحش خويا انا مديت نظره ثم الناس كاع ولات فهمتي مديت نظره ثم الناس كامل يقولوها ولي اجراد جزائري وما شاء الله ومن فهمت وزاد كمل النظره هذه حسين ما شاء الله عليه حسين بالحاج الله يبارك فهمتي هاي هنا الحاجه عفسره هنا كي تمثلي ولا واحد يكون يروح لتما يمثل بلده نوصل الفكرة تاعي ولكن كفنان ما المفروض انه يكون عنده قابلية انه في مصطلحات انا رحت نغني ما رحتش نهدر رحت نغني انا رحت نمثل بلادي رحت نغني وكي رحت لتما رحت بها نغني بلادي فهمتي رحت نغني الجزائر وما نسحق حتى حاجه كي رحت نغني الجزائر نسحق ايوب بابر كيطلع بوان نخدم على روحي انا ما نخدم زعما على بان عجب كاش مسؤول ولا دي قلتها لهم ونقولها دائما فهمت جميل مسؤول خدم فنان وجميل زعما كيما جهه رسميه خدمت فنان الفنان يخدموا الشعب لا سانسيغيتي خدموا شغل الحقيقه هذيك اي انسان الروح هذيك اللي مش شرط فنان اي انسان يخدم نفسه الصحفي يخدم نفسه المهندس يخدم نفسه يخدم الشعب والطبيب لا كمكانه كمكانته المكانه يثبتها العمل يثبتها الجهد يعني ولا واحد يقدر حتى المسؤول في مكانه المسؤول باش يوصل الى المسؤوليه ايضا تعب وعمل باش يوصل الى مكانه يعني اي انسان لابد من ان يتعب ويجتهد ويثابر خليني نحكي لك على اسم الصح اللي ما يتغطاش بالغرب فهمتي الحقيقه يقال أجراد بأنك تناوشت ربما مع العديد من القائمين على البرنامج في أرب أيدول هل لنا أن نعرف ذلك؟ شكون؟ يقال بأنه كان في مناوشات بينك وبين القائمين في برنامج أرب أيدول صح؟ نو ما كان والو كانت كاينة برك حكاية بيني أنا وأحلام هذه تاع من هذه تاع زعما نكونوا يبدأ اللايف هي تتبدل عليا سيتو كنا بيان شغل في ما سر هذا التغيير سيناريو زعما شغل هكا شغل كيف سيناريو يعني لابد من ان يكون هناك ما كانش رد فعل بدون فعل يعني كل فعل الا ولا هو رد فعل بون دوك نفهمك هي دارت هذاك الوقت اللي كنا فيه 2014 كانت تلعب لاكوب دي موند يعني سبب كسبب او ذريعه سباقه زعما السباقه على جال اسمه هي تعرفي شغل تعرفيها احلام ونعرفوها كامل شغل الفوق هي الفوق ومن بعد الناس كامل تحت احنا ما عندنا لا مالك في الجزائر ما عندنا شغل كل واحد مالك تاع روحه في الجزائر فهمتي كل واحد مالك تاع روحه ونقدروا كاع بعضانا ونتحبوا كاع بعضانا مسي كان هذاك الزعاب بصح نتحبوا كاع بعضانا أجراد. خلي نكمل لك الفكره تاعي بالاخر وكا واسمها احلام حبت شغل هذيك تاع انت الملكه وانت وحنا ما عندناش هذه كي شتي سليماني واش قالها من تما بدات هذه هي عزه نفس الجزائري هكذا مخدومين حنايا كنت تربينا هكا نبدل روحي عزة نفس الجزائري انا هكذا مخدوم عزة نفس انا شوي كومسا والجزائري هكذا مخدوم جاب لي ربيه هكا مخدوم الجزائري ما يتبدلش كاع فوالا خلي يقولوا هذه عادة المشارقة يفرضون انفسهم ماذا عنك اذا يفرضوا انفسهم بالخدمة إدارهم كش واحد في العالمية ولا هاي اللي كيف تفرضي روحك مش تفرضي روحك خدش عندك دراهم ما الخدمة أنا هذه الجواب تاعي العمل الخدمة والاستمرارية والخدمة طيب كانت عندك أخطاء في برنامج أرب أيدول
انا ما ندمت على حتى حاجه درتها. زعما دوك كان جبد لك نقول لك بلي كون غير غنيت شرقي، نعرف نغني شرقي، كون غير درت طارب. انا درت كنت حاب والله العلي العظيم غير الحلم تاعي نطلع الارب ايدول وندير 4 لي برايم، واللي درت 8 لي لايف. انا هكا الحلم تاعي برك باه نبان، شغل الناس تعرفني، الناس تولي تعرفني، شغل فهمتي يعني. لم تكن تنتظر أي ان تصل أعرفها الى الدور الذي وصلت اليه. اصوات اصوات قاف العالم العربي واحد ما ي... كانوا معنا واحد الاصوات اخت امينه يعني تسمعي غير اللي يقول خوه بعد. اصوات اصوات سما هذا اعتراف. اه وي كانوا معنا اصوات سما كيما يقول لك كيما مثل احنا بلي في زارتيس يقول لك سجاج يكسروا، يغني سجاج يكسروا سما. صح ضيعت فرصه العمر في واش في ارب ايدل. انا كان ممكن انك تصل اكثر. وين بصح وين الى مراحل اخرى وراهم اللي دابار اساف الطبعة الثانية ورا كاع البرامج اساف يعني مثال يحتذى به. كاع البرامج كاع البرامج تاع تاع العرب من اللي بدا من اللي بدا التاريخ ستار اكاديمي في طبعتها ال11 نعم. عرب ايدل في طبعتها الرابعة كامل صدق واحد صدق عساف. علاش صدق كان ما ندخلوش دوكا في الامور هذو بصح السعدات والقضيه الفلسطينيه سعدته هذا ما ينفيش ما ينفيش باللي الصوت من اقوى الاصوات. صوته سيد صوته ما شاء الله واخلاقه نعرفه تلاقينا وقصرنا وفوالا. من كان وراء اختياراتك في برنامج عرب ايدول؟ وديع ابي رعد. وديع هو اللي كان اختيارات اللي خير لهم. ودي انا خيرت اغنيه تاع بالله يا غزالي بس خيرتها منا في الجزائر. كنت هنايا على طريقه لي في بريمير برايم وشك حنا ودير قلت ثاني حاب نغني جزائري كاول اغنيه بس كامل في لي كاستين كنت نغني غير شرقي. هذيك اللي وراها تاع ليا ماشي هي هذيك غنيت انا جزت بوسمو بعد داروا مونتاج غنيت تما تاع غنيت مهم غنيت مول شرقي ومن بعد دوزيام يعني غنيت مول شرقي غنيت موال شرقي وبعد لا لي كاستينغ غنيتهم شرقي باه نفوت لوس وباه نفوت بيسكال. هذا برنامج عربي لكن فيما بعد قلت بانه انا ما نغنيش الشرقي تنكرت للاغاني الشرقيه. يعني هل كان هذا كيف ما نغنيش قلت بلي انا ما غنيتش يعني تنكرت للاغاني الشرقيه وقلت بانه يعني انا اريد ان اسالك هل كان رد كرد فعل على خروجك من عرب ايدول؟ نو 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 رجا دوك هو دوك يقول لك كيما خرجش كيما فوطيوش سما الفوت هو صح في البرنامج. لا فهمتي بعد الخروج كان عندك ردة فعل تاعش لم تتحسر من خروجك ربما؟ نو جامي بداية مشوار انا دائما 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 الواحد يستغل الفرصة اللي راه فيها. ما تقعديش تخمي لو كان كملت لو كان نعم كل واحد يستغل الفرصه اللي راه فيها البوان هذاك اللي راه فيه من ثم يبدا. انت كان ماذا بيا زعما نكون هنا بصح معليش حبست هنا من هنا نبدا. فهمتي راه يعني هنا. يعني انك تغني الشرقي ماهوش بال لا بصح عندي 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 ميسيونين نديرها عندي مهمه نديرها انا في مخي في مخي ما نعم. واحد ما بعدني واحد ما عندي مهمة بلي أنا نغني جزائري. طيب بما أنك قلت بأنه كانت عندك مهمة أنك تغني الجزائري، الجمهور الجزائري انتظر منك في أكبر منتدى عربي اللي هو عرب أيدول، انتظر منك أن تتحفهم بأغنية وطنية، ولكنه استطاع القول بأنه أحس بخذلان منك. دوك قطعت هذيك في 1 نوفمبر درت فيديو كنت تما كنت تما في عرب أيدول مع صباح نعم. نوت درت فيديو قلت لهم ما كان مزلو دوك لا فيديو في يوتيوب قلت لهم ها واش كاين واش كاين باللي ودي دومونديت منا نغني اغنيه تاع الثوره تاعنا كي سيتي لو 1 نوفمبر نعم. ما خلاونيش قال لك يا ودي لا وهذه كومبيتيسيون ما دخلناش هذه في هذه منا سي بون البرنامج تاعهم فهمتي شغل هدرتها درت فيديو منها والناس فهموا فهمتي دوك هما اذا ما حبوش انا ما نقدرش نفهمك وغنيت مع الاخر هكا شغل مع الاخر كامل قال لي تفهمت مع احمد فهمي قلت له عطي لي كلمه باه نقول حاجه للشعب ومن على 1 نوفمبر منه وكيما كان الحال عطى لي هدرت وفي اللايف عطى لي هدرت اللايف شيء ولكن المسرح حاجه اخرى اللايف في اللايف في اللايف في اسمه في المسرح فوق المسرح بصح نقول لك ما كيما غنيتش سما هما قالوا لي يا ودي الاسم هذا تاع ديجا تاع ثوره راه مجروح عندنا في العرب ولا الثوره كانت فيما سوريا وكانت ليبيا وكانت تونس ولا ربي يعفو عليهم كاع
وسي بو سا سما على جال هذا الشيء اللي على جال هذا الشيء اللي ما غنيتش منه. طيب سر انسحابك، انا نقول انسحاب من عرب ايدول، من برنامج عرب ايدول، نقدر نفسروه بضعف استراتيجية الخيار او الاختيار؟ بون درك هما شافوا، هما راهم يشوفوا، شاف وداع بيرات كيف عنده النظرة تاعو، هو عنده النظرة تاعو راه كما يقول لك بيان بلاسي في بيان بلاسي سيد، خدمتو هذه هي فهمتي، خدمتو الغناء ويخير الغناء. بصح انا كان ماذا بيا كان نغني بيسك عندنا غناء بلو بويسون على واش كانوا يخيروا لي تاعنا تاع الجزائر، ودي عبيرات كان يخير لي واحد الغناء هكاك لكن كنت وافق، كنت نوافق مفروض سنين على كونترا تاع 10 سنين ممنوع الطعن فهمتي، هذه السنيه هاتم ما تكوني عندهم يعطوك ان كونترا سنيه فوالا. وشغل هذه سياسه تاع برنامج، هذه كاع كي تحكي انت كي دخلتي داخل صوالح تاع برنامج، ما هو ماشي انا صالح، ماشي انا نقدر نديرهم، انا كون ماذا بيا هكا كون نجيب معايا اللقب ونجي. علاش واحد يكره الربح؟ صح، واحد ما يكره الربح، ماذا بيا انا نغني نطلع نعم. كل ما نطلع نحارب شغل ماشي نغني فهمتي يعني هنا. طيب لماذا لم تستعين بفنانين جزائريين يعني لهم خبره في مثل هكذا تجربه؟ فنانين جزائريين وانت في برنامج عرب ايدول مثلا، هل استعنت بفنانين؟ هل استعنت مثلا عندنا فنانين جزائريين، هل استعنت بهم؟ مثلا شكون؟ اعطيني مثال زعما. انا ما نقدرش نمد لك مثال، انا نقول لك فنانين مثال. جزائريين، احنا عندنا فنانين ونخبه وانت في المجال، يعني هل استعنت او لا؟ كيف نستعن؟ انا داخل برنامج نحوس على الناس. لا كفنان عنده تجربة ممكن أنه يفيدك، ممكن أنه يعطيك خبرة. عندي تجربة عام هذاك الوقت، خرجت 2013 من الحنوة شباب، مارس تاع 2014 زدت عرب ايدول فهمتي شلون، ما احتكيتش بزاف 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 فنانين في الميليو. متى عن بلال العربي الصحفي؟ بلال العربي وليد الفاميليا. نعم وليد الفاميليا وربي يحفظه ان شاء الله. اتصلت به؟ اتصلت به وقصرنا ونحكوا دائما. وجهك عطاك توجيهات ربما لانه هو عايش في تلاقيت به في مهرجان موازين 2016، خدمت في مهرجان موازين 2016 تلاقيت به تما. نعم سيتي با غازا جاي يدير تغطيه اه على المهرجان، تلاقينا واش راك وليد بلادي لاباس 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 الحمد لله. بعد عام في الكلي كي خرج الكليب تاعي ماشي كرامتي ما تسمح ليش، هذا حكايتي معك اللي خرج في افريل. نعم هذا في هذا تعلم هذا الاخر كامل فيديو كليب الاخر فوالا، دار عليه اسمه دار عليه تقرير ومنه وفوتو في البرنامج تاعو، فات في ال بي سي فات في روتانا وهذا الكليب. بلال نشكره بزاف، يحب بزاف ولاد بلادو ويكفر خير وان شاء الله وربي يزيد عليه ما خير وخير ان شاء الله يا رب. اكيد رسالتك وصلت، احنا نوجه له التحيه للعالمي بلال العربي اللي فعلا شرف الجزائر ويعني صوته يعني يصدح في قنوات عربيه كبيره، فنوجه له تحيه اكيد من اذاعه شمس افهم. طيب لو نقول لك اجراد يعني في الاغنيه الاخيره، أغنية الختام اللي بيها بالرغم من أنه من إشادة اللجنة، لجنة التحكيم بالصوت وبالأداء الرائع، إلى أنه لم يمنحوك الكارت البطاقة تاع بطاقة العين اللي ما تشوفكش غنيت. نعم لكن أنت ما غنيتش فقط العين اللي ما تشوفكش، غنيت ثلاث مقاطع يعني عملت ميلونج، عملت مزيج في الأغنية الأخيرة، يعني عملت موال وعملت ودخلت في الأغنية. يعني مزجت عملت موال ودخلت في الأغنية. ماذا عن الفرقة الموسيقية؟ قدرت تعمل توازن يعني بين الموسيقى؟ إلي العالية معروف ومعروف يعني شاف دور كسر إلي العالية باللي كومبيتونس تاعو سيد لاباس بيه ونوجه له التحيه. يعني قدرت انها بالنسبه اليك انها لا توازن لا. ما بين التون يعني ما بين المقاطع قوين في قوين قوين موسيقيا قوين موسيقيا نقدر نقول لك قوين بزاف فهمتي
تشرف لي اللي لعبت مع اوركستر كيم هذاك مثلا. وانا عندنا هنا يا اوركستر عندنا فريد اوامر فهمتي. اوركسترا هكاك يعني بروح عربيه ومشرقه ما شاء الله ناس يعني متمكنه. نعم. طيب لماذا تنكرت اجراد؟ خطأت عليا غير تنكرت. تنكرت انا في عمري ما تنكرت. اوكي للاغنيه القبائليه تنك يا يما لا تنكرت يعني... للاغنيه القبائليه اخ على الباصيني الطفله هذه. نعم لماذا تنكرت؟ شو تنكرت هذه؟ انا قبائلي قبائلي ولد قبائلي ذا مازيغ ذا قبائلي كلنا كذلك. ولا. طيب كلنا كذلك. لماذا لماذا تنكرت هاني داير هاني داير هاني داير سيربريز ان شاء الله هاني داير حاجه. قنوات الاتصال صعبه هاني داير حاجه نكمل لك في هذا الطابع يعني فيها في سؤال ربما لصعوبه قنوات الاتصال في هذه في هذا الطابع. مو انا نشوف الاسم هو اللي يمشي بس با الطابع على زعما دوك انا كون ندير زعما اغنيه راي تمشي الاغنيه راي كون ندير اغنيه قبيليه تمشي اغنيه قبيليه. نو سي لو نون اسمك زعما اجراد واش دار؟ نعم انا هكذا نشوف. انا هكا نشوف شوف بلي اجراد واش دار؟ راه دار حاجه هكا دار حاجه هكا وهاني نوجد حاجه ان شاء الله بالقبيليه حاجه وحده فوالا نوجد حاجه هذه تقدر يكون فيها حاجات الداخل. نعم فوالا نوجد فيها حاجه ان شاء الله ان شاء الله تنال اعجابكم ان شاء الله. اعطينا اعطينا الحصري لل كاش مازال ما عندي حتى حاجه في يدي كون جبت لك حاجه في يدي نجيبها لك لا بروشين فوا برومي ان شاء الله. لكنك حقيقه تحضر ل ان شاء الله راه في طور الانجاز ان شاء الله. نعم هو كذلك. طيب هل لاقت اغانيك اجراد رواجا عبر الوسائط يعني عبر الوسائط الجديده؟ فهميني عبر الوسائط ديجا كلمه ماشي مليحه زيدي كلمه هذه. لا لا وسائط مليحه. الوسائط تمثل الفيسبوك وتويتر والانستغرام. لاقت رواجا الاغاني ديالك عبر هذه الوسائط؟ بيان سور بيان سور انا نخدم بزاف انستغرام فوالا وعندي كونت فيسبوك لاباج فيسبوك ما عنديش وتويتر ثاني عندي لاباج في تويتر وهذا هو ثاني كي دائما بارطاجي واللي معايا بارطاجي اوكي. طيب كيف جاء البعد الانساني في اغانيك؟ انت غنيت على الانسان نعم كيف جاء هذا البعد الانساني؟ بون الاخر كنت في استوديو كنت نوجد فيه نوجد في حاجه هكا ايطولي اتصلت بها لابروديكسيون هذه جو برود تاع اللي دارت البرنامج تاع انسان. قالوا لي مكان قالوا لي نبحث على الحوس على واحد يكتب يكتب مليح في هذا الصوالح. صحتهم بسيد احمد الطهاري سيد احمد الطهاري اللي انسان متمكن بزاف الله يبارك و يكتب مليح سورتو في الامور هذا يعني في الاجتماعي و... نعم يكتب بزاف مليح فوالا وتلاقينا وخدمنا عليها. انا ما كنتش في الجزائر هذاك الوقت لك جيت كي دخلت خدمنا عليها قعدنا وراك تشوفي. ومن بعد رحنا عند مروان طبال هو اللي قام بالتلحين تاعها والتوزيع تاعها مروان طبال وهاكي شتيك خرج العمل وشكروه كامل الناس وغادي يشكروا باللي احسن اغنيه في رمضان ومنها بان صافي بليزير هذا يعني زياده ليا انا زياده ليا باسكو على درك انا سيبو ما بعد شويه على هذاك واحد يقول لك تعرف تغني